غيث ملوان في وردة بعد الحرس، شاهدوا المزيد من التفاصيل. صرح اليوتيوبر غيث مروان في آخر ستورياته إنه هو وسر الورع انطردوا من الفندق، ويذكر أن غيث مروان صرح إنه بعد العرس صار معه كثير مشاكل، منها تأجيلهم لسفرة شهر العسل، أيضا ما استلموا بيتهم وراح يستلموه بعد شهر، واليوم أعلنوا إن هنن انطردوا من الفندق، واليوتيوبر غيث مروان ما زال بيعاني بعد عرسه. تركيكم على ستورياته رأيكم بخصوص هذا الخبر. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in.